اهلا بيكم. هل حضرتك مصنع نيو هوب فيت ده استثمار موجود في الصين تحت هذا النشاط وده توسعة ليكم في مصر، لماذا الاستثمار في قطاع الألياف داخل مصر تحديدا؟ 他说我们知道新希望在国内也是做饲料也是做这个养殖行业，为什么他们刚来埃及的时候为什么他们选择埃及来扩大他们的投资？ 我们新希望是目前全球饲料销量第一个排名第一的饲料那个农牧企业，也是中国最大的农牧企业。我们当时选择埃及的话，最主要是一个是埃及的人口是一个人口大国。我想的话，就我们那个农牧行业和人口的密相关联的，这个有需求就是有市场。 طبعاً هو بيقول لحضرتك إن شركة نيو هوب موجودة كاستثمار في مجال صناعة في المجال الإنتاج الداجيني وصناعة الأعلاف، تعتبر حالياً الشركة الأولى على مستوى العالم في مجال إنتاج ومبيعات الأعلاف. دي أول نقطة. عشان كده لما جم يفكروا من حوالي 10 سنين يوسعوا أو يبقى في انتشارية للمجال بتاعهم، اختاروا دولة زي مصر عشان خاطر حجم التعداد السكاني بتاعها حجم كبير، كذلك لأن التعداد السكاني مرتبط بالنشاط ده، خاصة لأن دي متطلبات أو المجال الداجيني يعتبر متطلب بالأعداد أو بالانتشارية وبعدد السكان. فده كان بزني أو يعني فكر للتوسع بتاعهم أنهم يختاروا مكان التعداد السكاني بتاعه كبير، كذلك يكون له أرض خصبة في الاستثمار الداجيني ده. حضرتك بدأت بمصنع نيو هوب فيت في بني سويف وتوسعته في مصنع نيو هوب فيت في السادات، لماذا بدأت في بني سويف ولماذا هذه التوسعة في السادات؟ 他说那个新希望建厂在埃及建厂的那个流程有哪一家公司开始？我们目前新希望在埃及的投资总共是5家公司，首先是萨达特，然后第二家公司在宾尼苏伊夫，第三家在亚历山大公司，第四家是在伽马萨，第五家是那个布海拉。 هو بقول لحضرتك لا، هي البداية كانت في 2012 بمصنع السادات مش مصنع بني سويف. كانت البداية أول مصنع كان مصنع السادات، ده كان عام 2011. ثم بعد ذلك الشركة تطورت إنها تأسس تاني مصنع كان في منطقة بني سويف، ثالث مصنع كان في منطقة حوش عيسى، رابع مصنع كان في منطقة جمصة، خامس مصنع كان أو خامس شركة لإنتاج الدواجن بقى اللي هي لإنتاج الكتاكيت والتفريخ كانت في منطقة العالمين. دخلت في مجال صناعة الدواجن كتربية وليست كصناعة أعلاف، لماذا هذا التوجه؟ 他说目前公司为了扩大它在埃及的那个发展，就是现在除了生产饲料以外，现在在养殖扩大了，就是他自己养鸡。 目前呢，我们在埃及的业务主要涉及到饲料、 鸡苗以及养殖，这几大板块。 هو بقول لك برضو البداية كانت دخول المصنع بالإنتاج الداجيني اللي هي إنتاج الأعلاف الأول، ثم بعد ذلك لما الشركة عملت 4 مصانع للأعلاف فكرت تطور من نفسها عشان توسع حجم الأعمال بتاعتها، دخلت في مجال إنتاج الأمهات أو اللي هو صناعة إنتاج الكتاكيت عن طريق شركة الأمهات أو شركة الدواجن الموجودة بالعالمين، كذلك في الوقت الحالي برضو في تطور للأدوية والتحصينات. يبقى كده الشركة بتتوسع في 3 نطاقات: إنتاج الأعلاف، إنتاج الكتاكيت، وكذلك الأدوية والتحصينات. هل معنى كلام حضرتك أنك هتنشئ مصنع لأدوية ومصنع للقاحات في مصر؟ 目前就是公司有没有计划在埃及这边就是建那个油厂，就是那个药品厂。目前的话，这方面在考虑当中，暂时目前还没有具体的实施。 طبعا هو بقول لحضرتك ديت لسه في بدايه المرحله، فما فيش لسه فكره تاسيس المصنع. الفكره موجوده اي نعم، ولكن التنفيذ لسه مش في الفتره الحاليه. لو عرفنا بعض المعلومات عن مصنع نيو هوب فيت كانفستمنت، حجم الاستثمارات الموجوده في مصر لمجموع المصانع، حجم العماله ليكوا اللي موجوده في مصر، يعني عايزين معلومات عن اللي ما يعرفش مصنع نيو هوب فيت واستثماراته المتنوعه وحجم العماله اللي موجوده فيه في مصر. 他说我们想了解一下现在埃及就是新希望在埃及这边的那个投资容量
有多大，就是那个员工的容量还有也是多大了。我们整个在埃及五家公司的在埃及的总的员工人数接近那个八百人左右。تقريبا حجم العمالة المتواجدة في مصانع أو مجموعة نيو هوب في مصر في الفترة الحالية تقريبا حوالي 800 فرد 800 موظف يعني. نا توزر رونغ ليان توزر رونغ ليان 资金 总共 我们 投资的 话 应该 接近 4个亿 4个亿 تقريبا حوالي 4个亿 تقريبا حوالي ربع بس دي بالرمبي اللي هو بالعملة بتاعت الصين الاي يعني 100 مليون 400 حوالي 400 مليون رمبي يوان 400 مليون يوان بال ميجين دعجة شو دوسة 4亿美金的话这相当于是5000多万 تقريبا حوالي 60 مليون دولار تقريبا تقريبي بالرقم التقريبي يعني 60 مليون دولار حجم الإقبال المربي على الإنتاج إنتاج وصناعة الأعلاف خاصة غالبية مربين الدواجن عارفين أن مصنع صيني هل المربي شايفين الإقبال عليه ومدى المنافسة بينه وبين صناعة الأعلاف المحلية هل في مشكلة لدى المربي أنه يتعامل مع مصنع صيني أو مصنع مصري؟ تشعر موتين يعني本地的养殖户对新希望的认可度，还有他们的那个对新希望的那个选择新希望还是选择那个本地饲料，就是对那个本地的养殖户有没有什么那个就是接近的情况？因为客户选择哪一家和哪家公司合作，最主要是我想的话，就是作为企业来讲，能够为我们的养殖户创造价值。这才是我们的一个根本只要任何一家企业能够和养殖户能够给养殖户创造价值我想养殖户都会选择和任何企业合作的طبعا هو بقول لحضرتك ان المربي في الفترة الحالية بيبص للشركة اللي مش هي شركة محلية ولا شركة اجنبية ولا شركة صينية اللي هيتعامل معها قد ما بيبص لانهي شركة هتقدر تقدم له من الناحية اللي هتفيده بمعنى اصح انهي شركة تقدم له يعني تقدم له قيمة أفضل وفائدة أفضل فبالتالي هو بيتعامل معها مش بيختار عشان دي خاطر ان ديت أجنبي أو ان ديت محلية فأنا هشتغل معها قد ما بيختار ان أنا أنهي اللي هيقدم لي فوائد أكثر وعن طريق القيمة أو الجودة بتاعت الخام اللي هيشتغل بيه أو جودة المنتج اللي هيشتغل بيه زي ما حضرتك ذكرت انه مصنع موجود في مصر من 2012 وزي ما حضرتك ذكرت ان المصنع انه دي تاني سنه تشاركوا في اجرينا طول الفتره دي كانت الخطه التسويقيه بتاعتكم مركزه على التوجه المباشر مع العميل ولا كان خطه التسويق بتاعتكم شكلها ايه؟ 他说就是在埃及你们应该是12年加入埃及市场11年加入埃及市场那就是通过10年的时间12年的时间公司对怎么深入市场就是他们的目标就是直接和养殖户合作还是通过哪些方式就是销售他们的产品我们也通过我们的经销商也通过我们的直营的养殖户两条通路去和养殖户合作طبعا بقول لك الخطة التسويقية في خلال ال 12 سنة اللي احنا متواجدين فيهم في السوق المصري كانت معتمدة على عاملين كبار قوي اول عامل اللي هم التجار الكبار اللي هم معهم شريحة من السوق سواء مربين او تجار او قاعدة جماهيرية تحت منهم او شغالة معهم يعني تاني نقطة كانت عن طريق المربين الكبار اللي يقدر يحس بقيمة الجودة او يلمس قيمة الجودة اللي بيتعامل معاها عن طريق جودة المنتج اللي هيقدم له فوائد اكتر قدرنا من المحطتين دولت اللي هي الموزع والمربي ان احنا نعمل انتشارية كبيرة في السوق المصري السؤال الأخير الرؤية المستقبلية لنيو هوب فيت في مصر هيبقى شكلها إيه؟ أنت حضرتك قلت بعض الملامح أو بعض الإشعارات اللي هي خاصة بالتوجه ناحية صناعة الأدوية وصناعة اللقاحات إيه الرؤية المستقبلية تانية اللي بتفكروا فيها للتوسع في المكان في نفس القطاع؟ 他说那通过新希望的发展情况接下来的未来新希望有什么发展计划我们
我们的未来的发展还是以饲料为主业，同时呢，我们也会在养殖上面扩大一些养殖量。当然，我们会以饲料为主业。برضو التوجه في ان انت تتوسع في السوق المصري في المرحله القادمه هيكون عن طريق التطور في صناعه الاعلاف وكبر او قطر الانتشاريه في السوق المصري. كذلك هنعمل ان احنا نزيد القدره الانتاجيه الخاصه بالتربيه لينا في الفتره القادمه. معلش وانا قلت سؤال اخير، معلش السؤال الاخير، انتوا تمثلوا شريحه قد ايه من شريحه صناعه الاعلاف في مصر؟ 5% 10% من اجمالي صناعه الاعلاف في مصر؟ تشو شين شيوان شان زي اي دي شي تشانغ جان لو ID 市场容量占率多少？整个的百分之几？整个的话，我们在 ID 的市场容量还是比较小的，可能在5-6%的样子。我们还需要向当地的饲料企业多学习。طبعا هو بقول حضرتك احنا بالنسبة الإجمالي شريحة السوق المحلي كله احنا حاليا لسه القيمة صغيرة جدا حوالي 5% أو 6%، ولكن احنا لسه برضو قدامنا فرص للتعلم من الشركات المصرية ان احنا نعمل توسع في القيمة أو في الحجم بتاعنا في السوق المصري. شكرا جزيلا وشكرا لجهودك وأهلا بيك في مصر وأهلا بيك إن شاء الله في مجال تعلم الدواجن. في تشانغان شاني ده شيجان. 还有一个就是我们就是欢迎你们在埃及这边扩大发展。